برحب بحضراتكم من جديد. واكيد ملف التحكيم ما اتقفلش، واكيد اللي حصل امبارح في مباراه امبارح الاهلي وبيراميدز مش هينسكت عليه ومش هيتم السكوت عليه. خليني بس الاول ارحب بضيفي طبعا كابتن رمضان السيد نجم الاهلي السابق اللي دايما منورنا ودايما جماهير الاهلي بتحبه جدا، وطبعا المدير الفني الحالي لنادي بلديه المحله، وهنتكلم معاه في حاجات كتير. برحب بيك يا كابتن ومنورنا. ربنا يخليك يا ساره. الله يخليك يا ساره. خليني بس هنروح دلوقتي، عايزه اقول لحضراتكم برضو انه اداره النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي بعت خطاب لاتحاد الكوره النهارده. خليني اقول لحضراتكم الخطاب ده علشان نتكلم فيه بعد كده. طيب، مجلس اداره النادي الاهلي بعت او ارسل خطاب لاتحاد الكوره النهارده الظهر بيطالب فيه بما يلي، التحقيق فيما يلي: اولا، تكرار الاخطاء القانونيه من الساده الحكام اللي اهدرت حقوق مشروعه لفريق الاهلي وتسببت في خساره 6 نقاط في 9 مباريات. ثانيا، اختيار حكم مباراه الاهلي وبيراميدز الاخيره اللي تغاضى عن احتساب ضربه جزاء والغى هدف صحيح للاهلي، وهو نفس الحكم اللي ادار مباراه سابقه للفريقين في كاس مصر ووقعت منه اخطاء واضحه بحق الاهلي واعترف بيها واعتذر عنها في وسائل الاعلام. ثالثا، عدم تفعيل دور حكم الفيديو المساعد في المباريات وهو الفار طبعا اللي بيكون الاهلي طرف فيها بالشكل اللي يحفظ حقوق الفريقين. جه طبعا البيان ده بعد تكرار الاخطاء الفجه للحكام سواء حكام الساحه او مباريات فار او مباريات الاهلي، وهي الاخطاء اللي تسببت بمنتهى الوضوح في خساره الفريق 6 نقاط على مدار 9 مباريات. وبالرغم من قيام اداره النادي بمخاطبه اتحاد الكوره يوم 18 من الشهر الجاري لتدارك هذه الاخطاء بعيدا عن الشحن الجماهيري وتوفير العداله بين كافه الانديه المتنافسه، الا ان الاخطاء او اخطاء الحكام الفجه بحق فريق الاهلي ما زالت تتكرر، بدايه من مباراه مصر المقصه بالغاء هدف صحيح لمحمد شريف، ثم عدم احتساب هدف صحيح للاهلي او للاعب الفريق محمود عبد المنعم كهربا في مباراه سيراميكا كليوباترا، والغاء هدف صحيح لايمن اشرف في مباراه البنك الاهلي، ثم عدم احتساب 3 ركلات جزاء صحيحه للفريق في مباريات وادي دجله، البنك الاهلي، والمقاولون العرب. وكان اخر الاخطاء التحكيميه الفجه ما جرى في مباراه امس امام بيراميدز بالغاء الحكم هدف صحيح لمهاجم الفريق طبعا وولتر بواليا بعد تجاهله احتساب ركله جزاء صحيحه لمهاجم الفريق محمد شريف. واكدت اداره النادي في ختام خطابها انتظارها قيام اتحاد الكوره باتخاذ كافه الاجراءات اللي تحفظ حقوق كل الانديه وتحقق العداله للجميع. مش هنسكت، والموضوع بقى واضح قد ايه انه مقصود، وعلى اتحاد الكوره ان هو يبدا التحقيق فورا في اللي النادي الاهلي طلبه وقاله. تاني، الحكام او الاخطاء التحكيميه اللي لحد دلوقتي خلت الاهلي يخسر 6 نقط، 6 نقط وما فيش اي نقطه الاهلي كسبها بالتحكيم، ومش عايزين نكسب اي نقطه بالتحكيم، احنا عايزين حقنا فقط لا غير. حكم مباراه او تعيين حكم مباراه الاهلي وبيراميدز واللي هو نفس الحكم اللي ادار قبل كده مباراه في كاس مصر بين الفريقين وكان فيه اخطاء واضحه في حق النادي الاهلي وطلع واعتذر عنها في وسائل الاعلام، وطبعا عدم تفعيل تقنيه الفار او ما بنشوفش اصلا او ما بنحسش ان في فار ولا ليه اي دور في مباريات الاهلي بالتحديد. فعشان كده يا جماعه لما نيجي نقول او لما تيجي جماهير الاهلي تقول ان الموضوع مقصود يبقى ليهم حق ان هم يقولوا ده. ليه ده بيحصل؟ كل اللي بيحصل ده يقول ان في حاجه بتحصل ضد النادي الاهلي او ان دي اخطاء متعمده ضد النادي الاهلي. تعبنا من ان احنا نقول مش هنتكلم على التحكيم، مش هنتكلم والتحكيم ده ليه دوره، وان احنا بنحترم طبعا بنحترم التحكيم وبنحترم الحكام، ولكن انتوا كمان لازم تحترمونا. النادي الاهلي مش نادي صغير، ده يعني بطل افريقيا. وطبعا يعني خليني اقول لحضراتكم انه البطل هيفضل بطل وهنفضل متصدرين وهنفضل الاول، لانه ده بالحق احنا بنتكلم في حقنا، احنا مش عايزين حد ينحز لنا ولا عايزين اي حاجه ولا نقطه زياده من حد، احنا عايزين حقنا وبس.